3 يناير ده الله مميز، يوم مميز 3 يناير اللي جاب للدنيا ناديه لطفي اجمل جميلات السينما المصريه وحبيبه قلبي انا شخصيا، حبيبه قلبي، ويبقى ليا الشرف ان انا اتولد في نفس اليوم عشان اخد كل صفاتك. 3-1 بحبك، 3-1 بحبك وبتعلم منك، بتعلم منك مش بس الفن، مش استاذتي في الفن طبعا استاذه عظيمه، بس جدعنتك في الحياه ومواقفك وشهامتك وقوفك في المواقف الصعبه، كل الحاجات دي انا بقعد اذاكرك واعمل زيك. الله، بتعلم منك حبيبتي. كلام جميل. وبمناسبه بقى 3-1 في عميد، يعني الحقيقه ساعدنا بيه هنا في الجناح. كان بس الحمد لله شفي وخرج برضه 3-1. فالسحر اهو ما تفهميش ايه الحكايه، عدد ثلاثة يناير كتير كلهم جديان. بصراحة برج الجدي أجدع برج. هتقول إيه المدام إلهام بقى يا فندم على جمالها ده؟ إلهام يعني أول ما ظهرت كان يعني هي مبشرة بأعظم ممثلة جت في مصر، السيدة فادي الحمام. شبهها. لكن هي يعني قدمت اعمال منفرده ومميزه وبعيده عن مدام فتحي حمام، بقى ليها شخصيه مستقله ودخلت شويه في العمل العام وليها اراء، بس انا عايزاها تحدد بقى تفكر شويه قبل ما تتنرفز. الله الله، يبقى بتحبيها ومتابعاها. وترجع ليا شويه نتناقش قبل ما تتجنن الزعل. حاضر، اتعلم منك الحكمه والكياسه في التعبير عن الراي، ما استعجلش واتعصب. بس ده عندك حق، لان انا بحب الانسان العملي، الانسان اللي هو يعني اكتب نشط نشط ويقتحم الحياه ويقتحم الصعاب والمشاكل، فدي بتخش تدور على مشاكل عشان لا مش تجيب لنفسها تجيب لنفسها الصداع عشان تحل مشاكل الاخرين. الله، لان هي قلبها واسع وعندها عطاء كبير وهو فائض. الله الله، كل السعاده في عيد ميلادها، ربنا ربنا يسعدكم.